نتحدث عن امريكا زي المؤتمر اللي بيعقد اليوم بحضور معاليك يا ريس. نعم. عايزين نتحدث عن امريكا زي المؤتمر يا فندم. مهم مؤتمر مهم. ايه اهميته؟ اهم المحاور اللي تم، اهم المحاور كانت عمليه التنميه والعقد الاجتماعي اللي يجب، عقد اجتماعي جديد اللي يجب انه تتوجه السياسات الى تحقيقه، وموضوعات المتعلقه بالبطاله وكيفيه علاجها، وعناصر اساسيه لرسم الخطط الاقتصاديه والتمهيد للوصول الى عقد اجتماعي جديد. حقيقة حاجة مفيدة للغاية الحديث عن الأوضاع الاقتصادية، ودي لك أرقام حقيقية فين بيقف الاقتصاد المصري النهاردة واقتصاد التونسي النهاردة والاقتصاد السعودي والاقتصاد كذا. وطبعا الحديث المهم كان على دور التعاون الإقليمي في هذا، في التنمية، لأنه التنمية ما يمكنش تكون مجرد دولة واحدة بتعمل سياسة تنمية، لابد من مجموعة دول، وكذلك الدور الدولي بالإضافة إلى الدور المحلي. أي وجود خطة واستقرار فيها وحسم وسير على هذا الطريق إلى نهايته. رسالة حضرتك يا فندم خلال هذا المؤتمر يا فندم؟ نعم. رسالتك؟ لا ما عنديش رسالة، وإلا كنت اتكلمت. شكرا. مبتدأ.com